اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه كره الطايره رجال في نادي الاهلي ماشيين ما شاء الله كويس جدا، والمباريات ماشيه كلها على وتيره واحده الحمد لله 3-0. يمكن الدور التمهيدي طلعنا منه. اتحاد الكره الطايره استحدث نظام جديد وهو دوري النخبه للثمان فرق المتاهله للنهائيات. عمل ايه؟ لعبهم كلهم مع بعض عشان يرتب من الاول للثامن، عشان ما فيش حد يقول لك انا طالع مثلا من مجموعه قويه او مجموعه ضعيفه، لا كله هيلعب بعضه وهيبقى يعني ترتيب من الاول للثامن، عشان بعد كده الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع والثالث يلعب السادس والخامس الرابع يلعب الخامس. دي الادوار الاقصائيه اللي يلعبوا بيست اوف 3 عشان اللي يكسب مباراتين يصعد لقبل النهائي وكذلك النهائي. احنا لعبنا اربع ماتشات، لعبنا الطيران الاتحاد الاسكندري سموحه هليوبلس وفزنا النهارده على هليوبلس 3-0، الف مليون مبروك. عندنا مباراتنا اللي جايه ان شاء الله هتبقى مع الاتحاد السكندري، مهم جدا ان احنا نكسب المباريات كلها، ولسه مع الزمالك كمان عشان لا الاتحاد الاسكندري احنا كسبناه، لسه عندنا مباراه مع الزمالك وطلائع الجيش وبتروجيت. لو فزنا بثلاث مباريات يبقى احنا اول دوري النخبه ان شاء الله، وده متوقع باذن الله، مش شيء بعيد عن فرقتنا بنتائج ان شاء الله المتميزه. ومش بس بنكسب ب3-0 باريحيه، يعني حتى مباراتنا مع هليوبلس 25-19 25-12 25-12، يعني نتائج مريح الفرقه في روتيشن. لما النتائج بتبقى عاليه الروتيشن بيحصل على اللعيبه والدنيا بتبقى كويسه جدا. كل التوفيق لفريق كره الطايره رجال، كلنا ثقه ان شاء الله في كابتن محمد مصطفى الحميد، وان السنه دي البطولتين. يمكن السنه اللي فاتت لم نوفق في الكاس وخدنا الدوري، السنه دي لا بديل قدام كابتن محمد مصطفى الحميد، هو اللي بيقول مش احنا، بيقول لا بديل غير الفوز بالبطولتين. وان شاء الله بطوله افريقيا اللي هتلعب في مدغشقر في مايو القادم ان شاء الله تحدد ميعادها، مشاركه الاهلي من عدم، وده موضوع متروك لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واداره النشاط الرياضي. لما نعرف ان شاء الله واي اخبار في هذا الصدد اكيد هنقول لحضراتكم فور اعلانه او فور النادي الاهلي اعلان النادي الاهلي عن ذلك. هنروح لكره الطائره سيدات، برضو كان عندنا مباراه مع سموحه في صاله الشهداء، الصاله الصغيره في مقر النادي الاهلي الجزيره، وفزنا بنتيجه 3-0 25-11 25-11 25-14. ايضا فريق كره الطائره سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي ماشيه بشكل جيد جدا جدا، بتكسر كل مباراه بتكسبها بتكسر رقمها، لان هي الحقيقه دلوقتي بتتربع على عرش الفرق كره الطائره سيدات في العالم، اكثر فوز متتالي بيحطموا ارقامهم ان شاء الله يوصلوا لفوق ال100 زي الرجال. كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. بنبقى داخلين كل مباراه مركزين فيها ان احنا التارجت بتاعنا ان احنا ما نخسرش اي ماتش، بنبقى ملناش دعوه بنلعب فرقه قويه فرقه ضعيفه، كل فرقه بتيجي قدام الاهلي بتبقى عايزه تثبت نفسها يعني اكيد، فاحنا بنبقى نازلين مركزين قوي في الماتش، فالحمد لله ربنا بيكرمنا بنقدر نفوز يعني. يمكن هي حاجه مش سهله خالص ان احنا نبقى محافظين عليها يعني، بس فعلا احنا يعتبر من اكتر الفرق اللي بتتمرن في النادي غالبا يعني، على طول بيبقى عندنا تمرين وعلى طول بيبقى داخلين بجد فعلا مش بنستهتر باي فرقه وكده، فيمكن ده اللي بيخلينا الحمد لله نقدر نبقى عاملين حساب لكل فريق، فده اللي بيخلينا نقدر نكمل يعني الحمد لله. الحمد لله على فوز النهارده، يعني الحمد لله احنا كده بنقرب ان شاء الله ان احنا نكمل الدوري بالنقاط كامله ان شاء الله. طبعا كنا بندس فرقه سموحه من اخر ماتش من يوم الاثنين كنا بنجهز له، والحمد لله قدرنا من اول شوط ان احنا نقدر نسيطر على الماتش، فالحمد لله الثلاث جيمات خلصوا على سكور كويس يعني بالنسبه لينا. طبعا احنا الحمد لله يعتبر الفريق ال 14 لعيبه واللي بره كمان السكور لعيبه على اعلى مستوى، فبيكون في اختيارات كتير الحمد لله الكابتن حمدي ان هو يقدر ينوع في اللعب. في ماتشات بيكون ليها لعيبه طبعا معينه وبنقسم الماتش زي ما شفنا النهارده ما بين يعني يعتبر لعبنا في فرقتين مختلفين وما كانش في اختلاف، فيمكن الحمد لله الميزه عندنا ان احنا يعتبر الفرقه كلها قويه الحمد لله. احنا خلاص ان شاء الله الماتشات الجايه تعتبر اصعب ماتشات، كلهم قريبين مننا في النقط، هنلاعب خلاص داخلين على ماتش سبورتنج الماتش الجاي طبعا ماتش قوي، وماتش الزمالك والصيد، فيعتبر من اكتر الثلاث فرق اللي بتنافس معانا على الدوري، فمن بكره ان شاء الله مش هناخد اجازه، هنركز ان شاء الله على الماتشات الجايه ان احنا ان شاء الله نقدر نحسمها بدري ان شاء الله. والله كانت مباراه يعني الحمد لله كويسه، والفريق الحمد لله احنا استخدمنا كل الفريق يعني كل اللعيبه نزلت الماتش، والحمد لله الامور ماشيه تمام باذن الله. احنا قبل اي مباراه بنعمل يعني التمرين قبليها اللي هو بتاع تلاق وتراي ماتش، بنقعد نحفظ اللعيبه ونفهمهم ممكن يعني الماتش يبقى فيه ايه ويعملوا ايه،
وتبقى هو ماشي معاهم يعني بسهوله يعني في الماتش. والله احنا بص الحمد لله فرقه اهلي فرقه كبيره فرقه محترمه، عندنا الحمد لله 14 لاعب مميزين، بنحاول نمشي الملعب لو ماتش متوسط بنحاول نشارك كل اللعيبه عشان يبقى كلهم يعني عندهم فورمه ماتشات كويسه. طبعا بنستعد لاي ماتش جامد بشكل معين يعني بيبقى تمرين مكثف، فبنحفظ اللعيبه الناحيه الثانيه بيبقوا اسلوبهم في اللعب ونحاول نحفظهم، والحمد لله يعني بيستجيبوا معانا اللهم لك الحمد.